دفاعات مستقبل جيمس، هل ستأتي بجديد طويلة الكرة الرأسية؟ والدفاع يدخل من ويسكر كل المنافذ على هجوم نادي الفريق طويلة الكرة والرأسية خطيرة العملية الأخيرة والرأسية في ضربة ركنية بالبيجيسو كرة ترفض صعود بوسليمي فوق القائم بقليل البوسليمي جرب درب الفريق في مباراة أولى لي مع النادي خالد مزيزي تتوزع الركنية في مرة أولى والحارس ممتاز الفتنة كاملة ثلاثة مدربين أشرفوا على مستقبل جيبس منذ بداية الموسم بين المساوي حاتم المساوي كان في تليترا يرلونس كرة طويلة هذا ماهوش لاعب مستقبل جابس معناتها يلزم ياخذوا ثقة في رواحهم ويرجعوا كيما بداوا العشر دقائق الأول كما النجم الرياضي الساحلي التناس مرة أخرى لإتوال أجدي كشيدة المسلمي بالرأس يبعد الكرة يطول زياد بوغطاس يطول الكرة زياد يسجل خلال الصعود من المسلمي ثم محمد جمع خليج فيلا وتكون دياغونال قادر كشيحة الفرق على مستوى الهجوم اللي بيحصل نفس الهجمة التكتيكية تتوالى ممنوع على مرور أجدي الشريدة يقطع كل الكرات تقريبا اللي تأتي من الجهة اليسرى لخصم هجوم السكاب فيري رجع إلى أيمن الطرابلسي أنا نسميه ممكن يعني الشنقة والمقاتل الطرابلسي يعني تقريبا يعني لاعب كاسح بلغة الكرة واو فيها مخالفة أكيد جدا يعني تكون فيها مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد إعادة الصورة كانت يعني ما كنتش متوقع لكل متفرج لجيبس
واحد بليش بضم سويت بو قطاس يطول الكرة مع كشريدة عجدي كشريدة ثم صعود من حاسم معه خليل خليل بالخيسة كما جيت بحث عن ساسراكو ما يخش الكرة معها علي الدين البوسليم إلى علي الدين عبد الكرة عادة سلاح على مستقبل الإجابة ترجع الكرة كيدا طايسين بالجيبس غايب الى حد الان عبد الله السوداني توزع الكره موجود على الدين البسليمي توصل لعبد الله الاسود تبقى الكره للنجم الرياضي سحلي خميس المعنوي معواني ثم تمشي الكره البسليمي على الكره فمرايا فمرايا ضد العرب كلنا وقت من أسلحة الترجي يعرف ليش يخلى ويوظفها حتى كان الرول الدفاعي معناتها ما يقومش بالعمل الدفاعي تاعو اشوف اللاعبين كل عبد الله مولاي بوسليمي كرة طويلة في العمق ليمن لشاك مدينة زياد العونهلي السعيداني ولكن الفريق قاعد يحقق في نتائج إيجابية في راس غومة والبوسليمي شوفوا البوسليمي في العمليات الهجومية كيفاش يمشي للجهة اليسرى وكان لعب في الجهة اليسرى زيادة مع النادي الكبيرة كان وراها في المباريات على الأقل يلعبها حاليا مش نحكم ولا حارس من 5 أو 6 مباريات أساسي ولكن وراء إمكانيات كبيرة يبحث عن المساندة دور السعيدي موجودة المسلمي علاء الدين طول الكرة على جربي السرعة أكيد جدا قدر موقف يرجعها دفاع على طوال تمشي لدفاع على الزيزة البوسليمي طويلة يبحث عن عاطف الميسلي اليوم الذي يغيب عن هذه المباراة بسبب الانذار الثالث انحبت في مباراة النجم الرياضي الساس وبذكاء يصوب قوية صعبة عرضية على الحارس سابقة تمشي 1-0 بمجهود طويلة لكن مقطوعة من محمد الشيباني إلى مروان السعيدي كرة على البوسليمي رامي فقراني أكيد في الشوط الثاني سيلعب الكل في الكل ما عاد عنده حتى خيار الجنيزة مطالبة بالانتساب كرة لرامي ميكايلو على البوسليمي تغيير أخير للسي اس اس بالعربي مرفوع الكرة في منطقة الجزاء مخلاش بالرأس لمرة أولى يعود الشيخاوي مرة ثانية يقطع الكرة البوسليمي يعود إلى حد الرأس البطولة وانتظار طب شعله في استاد أمام القابلات وخاصة في هدوين الهزيمة وين المسارة وين التشويق مباراة نادي البنزرتي